الحرفة دي احنا طبعا ما تعلمناهاش على كبر، احنا تعلمناها من الصغر. يعني اللي اتعلم فينا الحرفة دي اتعلمها هو عمره 5 سنوات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعرف بنفسي أبو النصر ناصر من جمهورية مصر العربية، محافظة البحيرة، مركز رشيد. أتيت إلى الجزائر من عام 2007. عشت في وتصوف 4 سنين، ومن 2011 أنا موجود في برج بارريج. نخدم صناعة الأثاث، من جريد النخيل. كاين ساعات بتقابلنا صعوبات في المواد الخام، يعني هي راهي موجودة بس ساعات بتقابلنا. كان في أشهر في العام ما بيتنحش فيها الجريد، كما الوقت اللي احنا فيه هذا بيتنحى الجريد متوفر فيه، إنما في شهر 2 ولا 3 أقدر ساعات الجريد يكون ناقص، شهر 10 الجريد يكون ناقص وقت الجمع الثمار. يعني ساعات بتقابلنا التعرقيل هذه. أما من ناحية الخدمة والتسوق والبيع والحاجات هذه، والله هذه خدمة عرض وطلب، ساعة يكون عليها إقبال وساعة ما يكونش عليها إقبال. ولو اتكلمنا مثلا لكوننا عايشين في البرج، ممكن نقول لك 1% من أهالي البرج هم اللي يشتروا منا السلعة، يعني مش البرج كامل كومبري تشتري 1%، مش أما معظم السلعة لو هي في سلعة يعني مرغوبة بتبقى الصحراء، أهل الصحراء، لأن هم يعرفوا قيمة بتاعت الخدمة بتاعتنا هذه. المطاعم ولا الأوتيلات ولا الحاجات الطبيعية الموجودة هم اللي يعرفوا قيمة السلعة. أما بالنسبة للبرج كما قلنا من قبل، 1% من أهالي البرج هم اللي يشتروا. وحبينا يعني وقلنا مرة واثنين وتكرارا ونعودوها، إحنا ما عندناش مشكلة إن إحنا نعلموا الشباب الميتي هذا، ما عندناش أي مشكلة، لكن ما كانش الإقبال. الحرفة هذه إحنا طبعا ما تعلمناهاش على كبر، إحنا تعلمناها من الصغر. يعني اللي تعلم فينا الحرفة هذه تعلمها هو عمره 5 سنوات، يقعد على الحرفة هذه. كنا نروح المدرسة ونجو نقعد نخدمه مع الآباء والأجداد. وتمنينا لما جينا الجزائر تمنينا الحرفة دي ما تموتش، لما بقى فيها إقبال وهكذا تمنينا إن هي الحرفة ما تموتش، تمنينا الشباب يتعلموها، وتمنينا إن الحرفة دي تكون تراث، لأن المواد الخام موجودة في البلاد ما بيستوردوهاش، وتمنينا إن الشباب يتعلموا الحرفة دي عشان الحرفة تعيش ومكتسب، الإنسان يكتسب منه لقمة العيش بتاعه.